تعد مدرسة نادي شمسان إحدى أبرز المدارس الكروية على الساحة المحلية وتحديداً في محافظة عدن، فهناك يتجمع أكبر عدد من لاعبي كرة القدم للبراعم، حيث يصل عدد اللاعبين الملتحقين في هذا التجمع إلى أكثر من 250 لاعباً من أحياء مديرية المعلى في العاصمة المؤقتة عدن. إبراز المواهب الرياضية للفئات العمرية المختلفة خلال السنوات الأخيرة هو أحد أهداف المدرسة الكروية في النادي، ولعل التتويج بالبطولات في فئتي ناشئين والشباب هو أكبر مثال على ذلك، وحتى دوري الفقيد 18 للبراعم كان قد حصده أبناء نادي شمسان. أولاً نود نشكر القناة المهرية على حضورها الجمعة الصباح، وأنا شكر جزير. والله هذه الأكاديمية نحن يمكن أول أكاديمية للفئة العمرية لأندية عدن محافظة عدن كامل. ونستقطب عدد لاعبين ما يقارب فوق 250 لاعب من الفئات العمرية من جميع الفئات 2008 2009 2010 و2011 ومجموعة من الفئات الصغار الذين يدربون في الملعب الصغير من صف ثاني وثالث ورابع. هذه الأكاديمية هي منبع لنادي شمسان، هي اختيار اللاعبين الذين يشاركون في البراعم والناشئين. نحن معنا برنامج نسوي ان احنا ندرب الجمعة الصباح مجموعة كبيرة ونختار منهم اللاعبين الممتازين، نحولهم من الجمعة الصباح من الصف الصباح ندربهم نعطيهم لاعبين تمام ونزلهم للبراعم والناشئين. ويعود هذا التفوق الواضح على كبار الأندية في المحافظة إلى شخصية المدرب علي بادي الذي يعمل مدرباً للفئات العمرية وحقق معها العديد من الإنجازات على مستوى المحافظة. من خلال هذا التجمع يعتمد المدرب علي بادي على هذه المجموعة الكبيرة للوصول إلى أفضل اللاعبين الموهوبين وترفيعهم والعمل على الاستفادة منهم في الفئات العمرية التي يشارك بها في الدوريات المقامة على مستوى المحافظة وبأقل الإمكانيات المادية. العزيمة والإصرار هي ما يتميز به هذه الفئة عن غيرها، لا سيما أن النادي البرتقالي يعد أحد الرافدين الأساسيين للمواهب الكروية في الكرة العدنية على وجه الخصوص.